رؤية الجامعة للبحث العلمي وأحد الركائز الأساسية التي تقوم بها الجامعة وحسب خطتها الاستراتيجية هو تطوير عدد الأبحاث المنشورة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية للوصول إلى أكبر عدد من الأبحاث، خاصة المنشورة في أوعية النشر العالمية والمصنفة في سكوبس وغيرها، وذلك من أجل الارتقاء بالجامعة والارتقاء بتصنيف الجامعة العالمي. أيوغازا فيجن 2026 هي رؤية عامات البحث العلمي والدراسات العليا حتى عام 2026، وهي عبارة عن نشر حوالي 200 بحث علمي محكم ضمن مجلات علمية محكمة سكوبس أو ويب أوف ساينس كل عام ولمدة 5 سنوات، حتى يتم تصنيف الجامعة الإسلامية ضمن أفضل 1000 جامعة على مستوى العالم، وهذا يساعدنا إن شاء الله في المستقبل للتقدم للإنترناشونال تايمز هاير إديوكيشن. الجامعة الإسلامية تصنف من أفضل الجامعات العربية، وهي من ضمن أفضل 5% من الجامعات العربية البالغة عددها أكثر من 1000 جامعة عربية. ونحن اليوم حسب رؤيتنا في البحث العلمي نسعى لأن نصنف من الجامعات العالمية، وهذا يتطلب المزيد من النشر والمزيد من دعم البحث العلمي بالجامعة.